انا متاكد اني لقيته، بس انا محتاج لسه ادرس كل حركه من تحركاته، اعرف كل مكان بيروحه. انا محتاج ابقى موجود في المكان اللي عمره ما هيتوقع انه يلاقيني فيه. بس انت كده ما عندكش دليل اكيد ان هو اللي بيمول الخليه ده مجرد شك؟ ده احساس. انا متاكد اني وصلت اللي انا عايزه. ازاي يعني تقدري تقولي كده ان القاتل بيحس بالقاتل اللي زيه؟ مؤسسة نهر الخير، اتفضل. ايوه. طيب ممكن نشوف هنبعت العربيات امتى؟ طيب تحت امرك يا فندم. تحت امرك يا فندم، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت جاي اسال عن التبرعات. تبرعات؟ ايوه، وكنت عايز حضرتك يعني لو تكرمتي تحددي لي ميعاد مع الاستاذ مختار، يبقى كتر خيرك قوي يعني. انا اسفه جدا، بس احنا ما بنديش فلوس لحد، احنا هنا بنقدم مساعدات عينيه بعد ما بنعمل دراسه حاله، ومش لازم حضرتك تقابل الاستاذ مختار، انا هخلي حد يوصلك لمكتب الاستاذ فكري شخصيا، وهناك ياخدوا بيانات حضرتك ويشوفوا حضرتك يعني محتاج ايه. محتاج؟ انت بتقولي يا بنت، انت رايحه منك ولا ايه؟ ايه شايفه قدامك واحد اعمى قلتي ده فقير وجاي يشحت منك؟ ده انا جاي اتبرع لكم بنص مليون جنيه. نص مليون جنيه؟ انا اسفه جدا يا استاذ. دكتور منصور. انا اسفه جدا يا دكتور منصور، اصلي احنا اسكتي خلاص. حظك كويس اني مش جاي اتبرع لك انت، انا بعمل كده لوجه الله. ونعمه بالله. امسكي. لا بصراحه انا ترددت. انا اسفه جدا يا دكتور، والله احنا حضرتك حضرتي مش هدي مليم واحد غير للاستاذ مختار شخصيا، انا قررت خلاص. امسكي ده الكارت بتاعي، في رقم تليفوني، اسم الدكتور منصور شوقي، خليه يكلمني بقى وانا احدد الميعاد والمكان اللي يناسبوني. حاجه غريبه جدا. استاذ مختار من فضلك. وفي حاله لو صمم اجيله هنا يبقى ناخد فكره عن المكان، في كذا حتة كويسة ممكن نسيب فيها الجثة. أنا ابتديت أحس إن الجراجات ممكن برضو تبقى علامة مميزة للصياد، بيقتلهم في الجراج. إلا بقى إذا كان ناجي الخليلي جاي يتبرع هو كمان. قلت لك كان معاك حق. وأنا قلت لك إن القاتل بيحس بالقاتل اللي زيه. أنا الموضوع بالنسبة لي ما كانش محتاج أي تأكيد. أنا إيدي عليها دم. وعارف اللي من نفس الفصيلة. أهلاً أهلاً بيك، نورت. أنا جهزت كل حاجة ومستعدين. بس مش مطمن. اطمن سعادة الملك. إحنا مش رايحين غير بعينات بسيطة. يعني لو الموضوع طلع فيك ولا بلح زي ما بيقولوا عندكم في مصر مش هنخسر حاجة، دي عينات. مش ده اللي أنا بتكلم فيه. أنت ليك مصادرك في الجهاز، حد بلغك حاجة؟ جهاز إيه؟ أنت متخيل إن الصياد جاي يشتغل معانا ليه؟ ها؟ بزنس مان وعايز يشتغل. لا 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 لا، ده عايز يوصل لي. ده احتمال وارد، بس يوصل لك ليه؟ إذا كان هو ناوي يفتح شغل معانا من هنا ورايح، ده غير بقى ان محدش هيديله بالسعر اللي احنا وافقنا له عليه. بص، بعد الصياد ما قتل كل المجموعة اللي كانت معانا مش هيهدله بالي لما يخلص علينا واحد واحد، وإلا هيبقى فاكر ان احنا هننتقم. الو، ايوه، عايز ايه؟ طب وده زعل ليه؟ طيب هاتيلي رقم تليفونه وانا هبقى اتصل بيه. انت بعيد عن كل حاجة وفوق مستوى الشبهات،
ولو ان فكرة الانتقام دي فكرة مش واردة، لان احنا اللي بيحركنا كلنا مصلحة واحدة وهو ليه مصلحة معايا. برضو مش مطمن سعادة الملك. هو انت لما فكرت تيجي تشتغل معانا كنت فاكر انك هتقضيها من 8 الصبح ل 3 بعد الظهر وبعدين ترجع البيت تغير وتقعد تلعب مع المدام والولاد؟ احنا بنتاجر في السلاح، بنتعامل مع عصابات وارهابيين ومجرمين، بنقابل بلا ازرق. خد بالك من نفسك وامن روحك، او شوف لك شغلانه تانية سعاده الملك. ايه ده انت بتعمل ايه؟ ما تنطقيش هنا خالص. يعني ما تكلمش هنا؟ انت اخدتها حجه عشان تقشطنا ولا ايه؟ يا بنت عشطك ايه يا هبله انت؟ يعني هتحطهم فين يا حبيبي؟ هتحطهم في البنك؟ دي فلوس الصياد باشا، يعني ما ينفعش احطها في البنك ولا ينفع اسيبها في الخرابه دي. طب انا بقى عايز اعرف هتحطهم فين؟ وملكيش فيه. نعم؟ هترتاحي لي بروح امك ولا ايه؟ يا بنت انا مش عايز اقولك عشان ما تشيليش المسؤوليه. اهدي بقى. انت فاكر نفسك بحر غويط وهتغرقنا؟ ده انت اخرك شبر ميه يا حبيبي. طب الحمد لله اخر شبر ميه، يعني حاجه تطمنك من ناحيتي يا حبيبتي. اهدي شويه كده، انا عايز امن مستقبلي ومستقبلك ومستقبل ابننا اللي جاي في السكه ده. خدي جنب كده عصفوره واهدي وسبينه، يا خطط وارسم وفي الاخر مش هتندمي. اقعدي اقعدي، تاخدي شويه شاي. السلام عليكم يا معلم عصفور. رضا باشا. صباح الفل يا اخويا. اللهم صل على النبي. كام دول؟ 200,000 جنيه. ايه القله اللي انت فيها ده يا معلم عصفور؟ 200,000 جنيه بس؟ شد حيلك معانا شويه وان شاء الله نزودهم لك المره الجايه. بص بقى يا سيدي، انا هقابل الراجل الكبير بتاعنا بكره وهقول له، بس على الله يوافق. اصل بيني وبينك الراجل الكبير بتاعنا ما بيتاجرش في التجزئه، ده بيبيع جملة بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيبهم يا نجم سيبهم، وانا احاول ادوس عليه واقنعه، وانت ما تعرفش بيعزنا قد ايه. بس بقولك يا عم عصفور، تعمل حسابك المرة الجاية وتخش جامد شوية عن كده. يحب الزيادة.